بنت عبده قعدت تسلم عليها بيت. قال لك يا بنت القطه كلت لسانها. مالها دي؟ معلش ياما مش متعودين عليكي. خش يا بنت سلمي على ستك. يا بنت تعالي لأقوم لك يا بنت، ده انا ست. دي عبيطه ياما. مين دي؟ دي بقى ريم، ريم بنت مفيد. تعالي يا بنت حبي على ايدي يا بنت عشان ادعي لك. خش يا بنت بوسي ايدها، دي بركه، خليها تباركك وتدعي لك. لا حول الله. سيبك انت يا اختي، نورتي المكان يا اختي. الحمد لله انك رجعت ونورتي مطرحك عشان كل الناس تعرف انك كنت مظلومة وكل كلمة اتقالت عليكي كذب وافترا. نورتي بيتك ياما، ربنا يخليكي ليا يا اختي. ربنا يخليكي ليا يا قلب امك. ألف لام راء، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. صدق الله العظيم. جدي هو انت مصدق اللي حصل؟ هو في حاجة اسمها حد بيرجع من الموت؟ والله يا بنتي عقلي هيشد مني. اقول لك بقى السر عند مين؟ عند سليله. بالظبط كده. بس هو ايا كان ايه هو الموضوع، عشان خاطري ما تخليهاش تقعد في البيت يتخوف. هو انت شايفه تبص لي ازاي يا جدي؟ وبعدين بصراحه كده انا حاسه ان مفيش اي خير جاي من وراها. هطردها من البيت؟ انت عارفه الناس هيقولوا ايه؟ قعد بقى هي ما رجعت تاني للدنيا طردوها من البيت ورموها في الشارع. ما يقولوا اللي يقولوه، المهم ان هي تمشي. بالهنا والشفا. اسمع كلام سمر، عندها حق. سليلة دي قص الفساد، ده هي الشيطان اللي مزروع في البنت.